ممكن أعرف إيه الموقف بالنسبة لي المعادي بكرة عند الدكتور في مصر؟ أنا كلامي كان واضح، العقاب هيكون على الخروج بدون إذن. ألو. ألو. أيوة هاني. أيوة. جهز نفسك بكرة عشان ننزل مصر. حاضر يا فندم. أنت كويسة؟ بقولك جهز نفسك بدري يا سيد. الو اه متر، انا سيد ابو دوم. ايوه ابن فرحات ابو دوم. انت هتسيح لي؟ ايوه. اللي انت عايز منه 10000 جنيه. بقول لك ايه، انا ممكن ابعت لك الفلوس بكره بس على شرط، انا عايز زياره لابويا بكره. لا ازاي ده، انا ما اعرفش، دي شغلتك، اتصرف يا متر. اه وعايز الزياره باسم سيد ابو الليف ابن عمتي. يا سيدي احنا سلوى عيلتنا كده، لما ابويا بيوحشني ببعت ابن عمتي. اتدخل اتدخل في داخليات العيلة، ده انت خنيق. يلا سلام يا متر. انت مالك؟ يا اسامة سعادتك مش معايا النهارده خالص. ها؟ لا لا ابدا معاك، انا سامعك كويس. طيب انا هتصرف ازاي في الموضوع ده سعادتك؟ ايه؟ اه زي المعتاد يا سليمان، زي المعتاد. انا برضو كنت هعمل كده. مين البنت دي؟ دي بنت من الإسماعيلية، لسه متعينة هنا قريب. تحب سعادتك أجيب لك ملفها؟ هعمل إيه بالملف يا سليمان؟ أدي لها خصم ولا أعمل لها مكافأة؟ ده سؤال، مجرد سؤال. آسف، آسف سعادتك. تحت أمرك يا فندم. المدام بلغتك إنكم مسافرين بكرة الصبح إن شاء الله؟ أيوه سعادتك. أنا عارف إنك مفتح وشايف شغلك كويس وطريقة شغلك تعجبني، بس أنا مش عايزك تنسى أنت موجود هنا ليه؟ عشان المدام وابني. موجود عشان تحميهم وما يغيبوش عن نظرك لحظة واحدة. أنا تحت أمر سعادتك. وإذا غابوا؟ اللي سعادتك هتأمرني بيه أعمله. تتصل بيا فوراً في اللحظة اللي يجيبوا فيها عن نظرك عشان ألحق أتصرف وأوفر لهم الحماية. أوامر يا باشا. شكلك فهمتني. أنا تحت أمر سعادتك يا فندم. تصبح على خير يا سيد. وأنت من أهله يا باشا. معقولة يكون اتملى من ناحيتي للدرجة دي؟ ما تخلينيش أندم إني قلت لك اللي طلبه مني الباشا. لا يا سيد، أنا متشكرة لك أوي. أنت ليكي دم في رقبتي وبردهولك مش أكتر. وبعدين هو بيخاف عليكم، يعني أكيد غرضه المصلحة. اتفضل يا فندم. سيد لو عندك مشوار ولا حاجة ممكن تروح تعمله. مش الفكرة والله يا فندم، بس عارفة العيادة كلها أطفال وستات يعني، وأنا محرج بصراحة. أنا كنت هنزل بس أشرب حجرين قص وأرجع على طول. قص يعني إيه قص؟ قص معسل، معسل يا فندم. لا ممكن تروح وأنا لما أخلص هكلمك على طول. ساعة زمن هكون عند سيادتك. أوكي. اتفضل. مش محتاجة مني أي حاجة؟ لا لا متشكرة يا سيد. طيب متأكدة؟ والله ميرسي. متشكر. انت فين؟ راحت. طلع
فرحات. قوم كلم الصول جابر يا فرحات. فرحات يا اخويا قوم، صباحيتك مباركه. خير خير عند الصول؟ خير. مش قعدت تفلق دماغنا واسمي في الزياره وانا جيت للزياره؟ قوم يا سيدي، اهي جيت لك زياره. والله يا شويش بجد؟ امكك خابط، هو انت فاكرني اهزر معاك يا مسجون؟ ايوه طيب، مين اللي طالب لي بالزياره؟ يعني هيكون رئيس الوزاره؟ اكيد حد من بقيه اهلك. ايوه يعني راجل بلا سن؟ ايوه، ضيع الوقت في الكلام واللوكلوك لحد ما وقت الزياره يجي ويخلص وانت قاعد هنا. لا حالا. شفت يا متولي؟ شفت زبده ما هنتش عليها، جت شفتني. ايه رايك فيها؟ حلوه؟ عمر عمر يا ابوي خلصني، اقطع الزياره على المساجين والكل كليله. يا ترى انا كمان هيجي حد يزورني قبل ما اموت ولا حموت وانا مستني الزياره؟ ان شاء الله بتودي، ان شاء الله. ما تقولش كده، ان شاء الله. اسمح منك يا رب بصراحه. انتوا هتقعدوا تحبوا في بعض كده لحد ما عد الزياره ما يخلص؟ لا 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 لا، جاي جاي جاي. روح. انا جاي. روح. يلا. مع السلامه. مع السلامه يا فرحات. سيد ابني حبيبي. ازيك يا خالي؟ ازيك يا خالي؟ خالك تركيه. ما الخال والد، ما احنا سلو عيلتنا كده، انت نسيت ولا ايه؟ انا اقول لك يا خالي وانت تقول لي يا ابني. ايه؟ قول لي، انت جاي لوحدك ولا ايه؟ الله، هو اسامه وطارق ما بيجوش يزوروك؟ اسامه وطارق ايه؟ لا اسامه ولا طارق بيجوني، انا مش بتكلم عليهم، انا بتكلم على زبده. يا خال، زبده ايه وسمنه ايه بس؟ عيالك هي اللي بقيالك. سيد، عيني بترف وقلبي مقبوض. زبدة عيالة وانت مخبي عليا، صح يا سيد؟ صح؟ ما بتحبني؟ ما هو ما بيحوشهاش عني غير الشديد القوي. والله انت عايش في وهم ومسعر ناس ما تستاهلش اساسا يا خال. بقول لك ايه؟ المهم طمني على صحتك، عاملة ايه؟ ماشية. لا يعني ايه ماشية؟ بتاخد الدواء في مواعيد ولا نظامك؟ صراحة ساعة ما جيت هنا وانا ماليش نفس لأي حاجة. عامل زي الكلب الجربان، ما حدش بيسأل فيا ولا حد بيعبرني، حتى زبده. لا اله الا الله يا عم، خليك في حالك بقى وخد بالك من صحتك. ولو على اسامه وطارق الزياره الجايه هيكونوا عندك. انا سبت لك 3000 جنيه في الكانتين، اصرف بقى يا عم زي ما انت عايز. باين عليها مسقسقه معاك قوي 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 يا سيد، صح؟ نصبايه كبيره عملتها، صح؟ حبسنا حبسنا. انت مش هترتاح غير لما انام معاك في زنزانه واحده. اطمن عليك يا شاي. تطمن ايه بس يا خال؟ انت كده بتسلمني تسليم اهالي. المهم، محتاج اي فلوس تاني؟ محتاج حاجه؟ زبده يا شاي،